يوميا عصابة الحاكمة عصابة العراية تسجن في الجزائريين وتخطف فيهم. نهار 4 أفريل في العشية مشاو الشرطة سركلاو دار محمد تجادي دار باباين وساكن عندو هادي سيجان عليها سيجان يعني شوف ما شاء الله يعني جون بويت شاعر شاعر الحراك سبورتيف ولد القصبة مولوديا بون دارهم في دار بابا على كل حال في أزفون في بلاد قبيل ونعرفو أزفون واش خرجت من شعراء من فنانين منهم الحاج العنقب وجمال العنقيس من ممثلين منهم فلاك يعني عندك ما راحوا سلكوا دارهم في أزفون وداوا كي داوا وين يعني الراجل هذايا ركز مع الدار من توا داروا لي منوط في التفدا وتقول جاو حكموا الكابون يا تقول حكموا الكابون ما راحوا بيه ما قالوش راهم رايحين اوه يما بابا قاعدين نسناو كاش جديد كاش كدا والو بعد 24 ساعة بابا راح للكوميساريه البوليس قال لهم راح وليدي قالوا وليدك راه في الجزائر ازفون للجزائر وين قالوا كوميساريه تاع باب الواد شوف رمضان رمضان شوف كيش تعبوا فيه راجل مسكين تعبوا فيه انسان كبير يروح للجزائر يروح للجزائر يوصل لهيكات 8:30 تاع الليل اسكو وليدي عندكم ما راش عندنا ما راش عندنا وين راح تصور رمضان رمضان وصايم وكدا مسكين حابط من ازفون تيزي بوزو تيزي بوزو لزاير من زاير كدا يروح لباب الواد يقولوا لا ما راش هنايا وين راح البارح باش تليفونا تجديد من المضرب اللي راهو فيه حضر معاهم شوف خدمة تاع بونديه كي يقول لكم يا ولدي هذا ولاد حرام بونديه احنا رانا في رمضان نقولوا ها ولاد حرام تاع الصح يعطوا تليفون يقولوا هذا معايا ماك وباباك يعني راهو حي قسما بالله لا خدمه تاع البوندي هذوك يحكموا واحد هكذا يدوه ودوموندي اون راسون قال عطونا الطون باش نطلقوه وهاولي وليدكم راهو حي يهضر معاك هكذاك يتصرفوا قال لهم راني في مركز هما قالوا قول بلي راك في مركز تاع امن في مركز تاع امن هذا واش يعرف دونك راهو حي هذا راس راهو حي اي باسكو قادرين يقتلوا هادو مجرمين هادو مجرمين قادرين يقتلوا هاد وضو تكوب التليفون الى حد الساعه لا افوكي قادر يروح يشوف لا بابا قادر يروح يشوف ورمضان والناس صايمه هادو يعرفوا ربي هادو يعرفوا ربي كي يقول لكم ولاد حرام راني مانيش غلط مانيش نسب فيهم هذا هو الوصف ديالهم هذا هو وصفهم هذا فاتوا الظلم للهي يظلموا في شهر رمضان ويزيدوا يعني يمرمدوا يماه الوالدة تاعو راهي تبكي واش راح تفطر قادرة تفطر المرأة هذه قادرة تطيب فطور قادر راجلها ياكل ولا يفطر بابات شوف كيفاش داني ارض الكتب يعني راهو ماشي غير محمد تجادي اللي راهو هنا راهو بزاف 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 بزاف
بزاف الان كاين تريبيونال تاع بوفاريك هاد البارح كان ضر في قضية ضر في قضية تاع أمين فليح ناهو خونا أمين فليح لي يعني حاكمين عليه من قبل هات حكموا عليه بعام حبس نافذ وعشر ملايين بروس يعني الناس زوالو يزيدو لهم بروسيات بدراهم هذه محكمة بوفاريك وكان النيابة كانت تربط له عامين يعني بالنسبة لهم لا وخونا أمين فليح يقولوا غريزلو سمعت كانوا وقفوا نهار 19 مارس 2012 يعني يوم عيد النصر اي لانه الشهداء ماتوا باش يجوا في ذكرى الاحتفال بعيد النصر يردوا مواطن جزائري يدخلوه للحبس تاع بليده في نفس اليوم يوقفوه عند بروكيرور بعد عند جوج دانسيليكسيون سيرفيس رابيد يديروا له سمعت بعد يروح موندا ديبو يدخل الحبس واش دار قتل سرق خطف لا هذا يحب الجزائر سمعت وكان في قهوة يهضر مع صحابه وكذا كاين معروف عليه انه انسان ذا حراكي ابا جاو لي في قهوة في تسالى المرجع في ولاية بليدة وجاو داوه الكوميسيرات تاع بيرتوتا شوف قام سال مرجع ديه بيرتوتا بيرتوتا ديه المفاريح مفاريح يعني شي ما تفهم فيها ترن ما تفهم فيها والو وهذا حكموا عليه نهار الخميس 5 افريل ضربوا بعام حبس وهذا ماشي كيما شي ناس اللي قال يضربوهم عام حبس شهور حبس وداروا شيء عجب قال لي يضرب عام وروح لدارك خذ وقتك ودير لابيل ومن بعد لابيل هذاك من بعد باش حتى ينساو الناس ولابيل اللي كيتأيد داخل الحكم زيد دير كاساس خمسة ست سنين هكذا يعني تشوفوا هذا رانا في رمضان ويدخلوا في الناس الحباس ماشي لا تشفق على رحمة زيد محكمة البليدة كانت حكمت على عبد الحكيم محمدي عبد الحكيم محمدي حكم عليه بعام حبس من ظهره مع وقف التنفيذ يعني هذا ظهره مع وقف التنفيذ سينو كان مسكين راهم بالعيد الشرفي يعني حتى هو من الجماعة اللي في رمضان هدايا يذوق الويل تاع الحرام بالعيد الشرفي شوف فيها الصورة تأيد الحكم تاع عامين حبس نافذ وزوج ملايين غرامة واش دار سي بالعيد الشرفي سي بالعيد قال لك تعدى على هيئة نظامية وتراجع كورنا جست مع كونستيبيل القاضي والمساس بشخص رئيس الجمهورية من خلال منشوراتي على الفيسبوك كانوا يحكموا عليه في الابتدائي بعامين حبس
زادوا نهار 29 مارس في على مستوى محكمة تيزي وزو، زادوا كيف كيف عاودوا حاكموه وأيدوا الحكم. سمعت؟ وهذا معتقل رأي طبعا، عامين حبس نافذ. هو ديجا من 23 جانفي، هو كان ديجا هذا هايلك كيقولوا عصابته ولا الحرام، يعني رمضان رمضان وما يخافوش ربي، ما يخافوش ربي، رمضان رمضان عليك بعيد الشريف. يجوز رمضان في الحبس هكذا بغات العصابة. واش دار في الفيسبوك؟ يحط صور تاع تبون كيما هذا باريزومبل، حنا درك نديروه حنا صور تاع تبون باريزومبل، نحطو له هذه مع ماكرون طيحت بينا يا تبون، نحطو له هذه تاع اللي يمرد فيها، هذا واقع، هذا واقع. مناش قال الاخر، قال أقرأ عليه، قالوا باش يخلفني وخلفوا إيفيكتيفمون، بصح خلفوا بالقايد صالح ماشي بالشيخ تاع الزاوية. دونك بلادنا مازال تشوف لي من هذا الظلم، والظلم ما يستني حتى واحد. جنرالات لكن يضربوا يضربوا يدور الحبس يدور الحبس.